السلام عليكم خوت خواتات لافامين، نتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، جينا عند الاخ ميلود اللهم بارك، غنوريكم ان شاء الله الطريقه ديال الدريساج ديال الجوان. الفيديو غيكون زوين ان شاء الله، بقاو معنا. كيف ما كتشوفوا الخوت، هي هذه ميلود السيكه صدور بالالومنيوم، ها النمره ديالو هي هذه. غنوريكم ان شاء الله الطريقه، بقاو معنا الخوت. كيف ما كتشوفوا الخوت، اول حاجه كنديروا هي هذه، كنسخنوا الشنطه ديالنا على هذه الطريقه حتى كتسخن مزيان، عاده كنبداو في الدريساج ديالها ان شاء الله. بقاو معنا الخوت. كيف ما كتشوفوا الخوت، هذه هي الشقه اللي كاينه في الجانطه. من بعد ما سخنا الخوت الجانطه ديالنا، غنسوديوها ان شاء الله على هذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. هو هذا السدور، كيف ما كتشوفوا الخوت، قال لكم الدريساج والسدور ديال اي جانطه، رونج، مرسيدس، بي ام، اي جانطه كتسود اللهم بارك. كيف ما كتشوفوا الخوت، بعد ما سخنا الجانطه ديالنا مزيان، نبداو نسوديوها ان شاء الله الكماله ديالها في السدور. كيف ما قال لكم، كتشرق هذه البلاصه عاده باش كيعاود يعمر عليها. كي الجانطة لها يا سعد، ما كتفهمش، خاصو يدوي معاك بالإشارة تفهم.
كيز التشكيله. كيف ما كتشوفوا الخوت دابا السوده جوج جواه، بقى الجهه الفوقانيه اللي كتشوفوا فيها هي هذه. كيف ما كتشوفوا الخوت كتشقى بالجانطة وكيعاود ليها السدور على الطريقة هاد. كيف ما كتشوفوا الخوت طرفت الخبز ما ساهلش حتى حاجه، ما ساهله، والله يعاونهم ويسهل عليهم ويوفقهم اجمعين الخير. كيف ما كتشوفوا الخوت هذه جانطة ديال المرسيدس AMG 2021، اللهم بارك. Thank you.
كيف ما كتشوفوا الخوت من بعد ما سودات ادخل ان شاء الله ادخل تفينا فينيسيون ان شاء الله بقاو معنا الخوت كيف ما كتشوفوا الخوت دابا فينينا اللهم بارك ما كتشوفوا غتبقى الصباغه ان شاء الله غنصبغوها دابا كيف ما كتشوفوا الخوت من بعد الفينيسيون والصباغه جات على هذا الشكل هذا اللهم بارك الى هنا الخوت تنتهي حلقتنا نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وما تنساوش الاشتراك والتعليق والاعجاب بالفيديو كان معكم اخوكم محمد امين بي اش تي غتلقاوني ان شاء الله النمره في الديسكريبسيون تحت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.